انا جايبه لك النهارده اللي هيعتني بيكي. ناكد بس على الكلمه، ناكد على كلمه السر النهارده، بوكس الثقه والجمال هما اثنين في كورس واحد. مظبوط. فده اللي هنعرفه منك، ليه سميناه الثقه وليه سميناه الجمال. انا واثقه ان انا هنزل في الشهر 18 كيلو، دي ثقه، دي اول حاجه بفضل الله ان شاء الله. واثقه كمان ان انا هبقى اخسهم وانا شكلي حلو وصحتي حلوه ومفيش اي سايد افكت، وكمان انا باكل كل اللي نفسي فيه. انا بهاجم شبح انك بقول لك اعملي دايت، انا مش عايزاكي تعملي دايت، انا مش عايزاكي تلعبي رياضه، انا مش عايزاكي تبذلي اي مجهود، انا عايزاكي النهارده بس تاخدي كورسك بانتظام وتاخديه من غير حرمان وبدون قيود. ازاي بقى من غير حرمان وبدون قيود؟ انا معايا النهارده كبسولات ونقط واعشاب خصمهم 70%. 70% خصم، بس ده فقط لاول 100 متصل، لان الخصم كبير جدا. 100 يا ريم، ده انا على ما اقول لحبايبي دلوقتي اتصلوا على ارقام التليفونات اللي على الشاشه هيكون 100% خلصوا. ما هو هنعمل، انت شايفه الخصم كبير ازاي؟ ربنا يكتر من حبايبك. فاحنا عندنا بس هو الخصم كبير قوي وعندنا هدايا كتير، فللاسف الكميه بتبقى محدوده جدا. طيب انا جايبه كورس كبسولات ونقط واعشاب، ده بديل الجيم، بديل الرياضه، بديل انك تفكري تمنعي نفسك من الاكل، بديل انك انت ما عندكيش حرق في الجسم، بديل للحرق. انا برفع لك معدل الحرق 4 أضعاف الحرق الطبيعي، يعني انا بدلت لك كل حاجه بكورس علاجي، بروتوكول علاجي لمده شهر. طيب انا في الشهر ده بقى بنزل قد ايه وزن؟ بنزل 18 كيلو في الشهر. حلو جدا. ال 18 كيلو دول مؤكدين، مفيش حاجه اسمها هنزل من كذا لكذا، لا انا هنزل 18 كيلو مؤكدين. دي بقى الثقه، دي الثقه، ده الاسم الاولاني. أيوة. من الكورس النهارده الثقه، ان ريم المنتجات اللي هي حطاها في الكورس النهارده هي واثقه بفضل الله 100% ان هي هتخسسك في الشهر 18 كيلو، وهي واثقه من ده وبتقول. عشان كده هي سمت الكورس بتاعنا اول اسم النهارده سميته الثقه. هتنزلوا في الشهر 18 كيلو يا جماعه، والمهم بايه بقى؟ مش بعذاب بالظبط، مش بحرمان بالظبط، مش بتحكمات، مش بنزلي امشي ساعتين بالزبط. انا جايبه لك بديل الرياضه، جايبه لك بوكس فيه بديل الرياضه. اه طبعا كل الناس لازم تلعب رياضه، بس انا ما عنديش وقت. انا وزني عالي، انا عندي اولاد مش هعرف اسيبهم وانزل امشي ساعتين زي ما حضرتك بتقولي. انا بديكي بديل لده، بديكي النقط، الجرعه الواحده بمثابه ساعتين تمرين في اليوم، فانت مش محتاجه تلعبي رياضه. طب بديكي الاعشاب ليه؟ ننقي بقى الجسم من السموم، ننزل اي ميه زياده مختزنه تحت الجلد. ومعاكي الكبسول بتضعف الحرق، بتنحت الجسم وبتسدلي الشهيه. يعني ايه سد شهيه؟ يعني انا قدر معين بس اللي هاكله. انا مش هاكل كل الوجبه اللي انا كنت باكلها زمان، ولا همنع نفسي من نفس الوجبه. انا هاكل من الوجبه دي قدر 15% والباقي تكميم طبيعي للمعده. ازاي؟ بالكبسوله الالياف اللي فيها بتنزل في المعده، تاخد حيز من فراغ المعده وتحسسني بالامتلاء بنسبه 85%. فاصبح ان انا قدامي طبق الرز اللي انا متعوده اكله كل مره، باكل ربعه بس يا شفهال. حلو. ده الكورس ما اتحرمتش بالظبط، ما اتحرمتش. اه الكميه قلت، بس في حاجتين في المقابل. انا ما اتحرمتش من الرز، يعني انا اكلت رز اهو، دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي انا نسيتها وانا بتكلم كنت الحاجه الثانيه ان انا بخس في الاسبوع من 3 ل 6 كيلو يعني ما اتحرمتش وبخس. يبقى معانا كورس يا جماعه. اه شبعانه طبيعي، هم اصل حاجتين مهمين جدا. انت ما اتحرمتيش وفي نفس الوقت انت شبعانه طبيعي، المعده مليانه، فطبيعي هتروح هي من نفسها كده مديه اشاره للمخ انا شبعانه انا مليانه، فخلاص بفضل طول اليوم احساسي بالجوع انعدم. بالزبط. انا مش جعانه، انا شبعانه طبيعي. قعدت اكل الاقي نفسي كلت معلقتين ثلاثه او ضقت من كل حاجه، بس لوحدي كده شبعت. مش قايمه مضطره. بالزبط. يعني مش جعانه وقايمه غصب عني. وعشان كده احنا بنقول الياف طبيعيه ما فيهوش اي كيميكلز، علشان انا بملالك فعلا حجم من المعده بالالياف الطبيعيه اللي موجوده في الكبسوله. فانا بحسسك انك شبعانه بقدر 85%، فلما بتيجي تاكلي ال 15% اللي هم معلقتين ثلاثه بندوق من كل حاجه، ما بتبقيش حاسه ان انت زعلانه، بيبقى عندك رضا نفسي جدا. طيب احنا قلنا الاساسي كبسولات ونقط واعشاب، دول كافيين معايا الشهر اللي هم 30 يوم، بننزل في ال 30 يوم 18 كيلو. انا جايبه لك بقى ايه النهارده هديه؟ انا جايبه لك كورس تاني كامل هديه، تمام؟ زي الكورس الاولاني بالظبط اللي هنزلنا 18 كيلو. مظبوط. يبقى احنا معانا كده كام؟ 60 يوم. حلو. 60 يوم تغيير لشكل الحياه، 60 يوم بنزل فيهم 36 كيلو مؤكدين. يعني انا لو عندي 30 كيلو زياده اتصل اخد الكورس بتاع النهارده، عندي 15 وعندي اماكن سمنه موضعيه اتصل برده اخد الكورس. حلو. بتاع النهارده. طيب نسيطر على السمنه من جوه ومن بره.
انا جايبه احنا كده عرفنا من جوه ماشي جايبه لك بقى الحاجات بتاعت بره. انا عايزه انزل وعايزه يبقى شكلي حلو وعايزه بشرتي تبقى رطبه وعايزه يبقى ما فيش ترهلات وعايزه اسيطر على كل المشكله ومحدش يحس اني كنت تخينه قبل كده. انا جايبه لك علاج الترهلات اللي هو الكريم السحري بتاعنا، هيشد معايا الترهلات، هينحت اماكن تمركز الدهون، حتى لو سمنه عنيده ما بتنزلش هينحتها معايا من اول استخدام من اول اسبوع. وجايبه لك كمان بقى للبشره الهايرونيك اسيد بتاعنا. يا نهار ابيض، ده منتج غالي جدا يا جماعه بره ومهم جدا دلوقتي، يعني اثبتت كل الابحاث والدراسات الهيرونيك ده مهم جدا طبعا. جدا للبشره، مفيش تجاعيد، بيخلي البشره صافيه، تحس كده ان كانه بيصغر في السن. بالظبط، هي دي بقى الفكره. ان هو بيهاجم ان احنا فكره كبر السن، انا دلوقتي بديكي حاجه تحطيها ترطب لك البشره، ومش بس ترطب البشره، بتفتح من درجه لدرجتين من اول اسبوع، مديكي حاجه القيمه بتاعتها بره في اي براند معروف غالية جدا. غالية طبعا. انا حطها لك بسعر، مش بسعر، انا جايبها لك هدية مجانية تماما بالضبط. بلس ان انا جايبها لك الهايرونيك اسيد ده عشان اهتم ببشرتك واهتم بصحة بشرتك، علشان ما يبقاش فيه هالات سودة تحت العين،